بالعودة إلى خبر المتعلق بدعوة مجلس الحوار الوطني إلى تثمينه دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وانعقاد مجلس الأمن القومي للتباحث حول القضية الفلسطينية. ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. دكتور طلعت، بعد التحية، جهود حثيثة تبذلها الدولة المصرية والقيادة السياسية من أجل الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن مقدراته في الداخل وفي الخارج، كيف نثمن هذه الدعوة وما الذي دار داخل أروقة وجلسات الحوار الوطني والمنعقدة في هذا الإطار؟ طبعا مجلس الوطني بكامل أعضائه تم التواصل عن طريق المنسق العام الدكتور ديار شوام، وتم الاتفاق بشكل كامل على أن طبعا مجلس الحوار الوطني بتشكيله كله يعني بيرفض كل هذه الأعمال البربرية اللي بيقوم بيها يعني الإسرائيل ضد العزل من السلاح من الأطفال وشباب وشيوخ غزة. وبنقول طبعا مجلس الأمناء بكامل أعضائه أكدوا على أن هم وقوفهم خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى الموقف الوطني الكبير من مجلس الأمن الوطني وقراراته الصائبة بالدعوة إلى مؤتمر قمة للسلام يعقد في القاهرة يوم السبت القادم، أيضا تسمينه على يعني دور مصر ورؤيتها للمنطقة وحرص الدولة المصرية على السماح بعدم تهجير الإخوة الأشقاء من فلسطين الحبيبة إلى الأراضي المصرية حتى لا تموت القضية، وده هدف إسرائيلي واضح وهدف صهيوني واحد. بنأكد أيضا أن يعني مستقبل فلسطين الذي هو اللي يحدد الشعب الفلسطيني وليس الاتحاد الأوروبي ولا أي دولة أخرى. أيضا بنطلب من كل المنظمات الدولية أنها تتأهب وتشاهد ما يحدث في أرض فلسطين الحبيبة من مذبحة يعني غير إنسانية، وكل ده مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية. وبنطالب بأن هم يتم فتح المعبر لدخول المساعدات الإنسانية للشعب، وطبعا يعني بنشجب يعني النهاردة العملية البربرية اللي تمت ضد المستشفى. نعم. مستشفى فيها يعني مرضى واطفال، ودي جريمه حرب لكل المعنيين. احنا طبعا بنوقف كلنا بنعرف على الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقفته وحرصه على الدفاع عن القضيه الفلسطينيه، دكتور طلعت، وحرصه على الحفاظ على الوطن وعلى ارض المصريين. دكتور طلعت، اسالكم مباشره عن ما يروج في الاعلام الدولي وما يروج داخل اسرائيل عن تهجير الفلسطينيين وترحيلهم او تهجيرهم من بيوتهم إلى سيناء الحبيبة. هناك دعوة حقيقية لتصفية القضية الفلسطينية وإفراغها من مضمونها. الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتصدى لهذا الأمر وبصورة فاعلة، ومن خلفه الشعب المصري ومؤسساته المختلفة، وأيضا هناك دعوات مماثلة في بعض الدول العربية وعلى رأسها في دولة الأردن الشقيق. كيف نثمن هذه الدعوة والحفاظ على القضية الفلسطينية من تصفيتها؟ الشعب الفلسطيني تعرض في من 2007 يمكن لمثل هذه الامور اللي هي بتسعى اسرائيل بكل ما تملك ان هي فعلا تفضي غزه وتفضي الضفه وترحل المواطنين من غزه الى سيناء وترحل المواطنين في الضفه الغربيه الى الاردن، وده طبعا لن تسمح به. ويمكن ملك الاردن اعلن اليوم في المانيا بانه يقف تماما ضد هذا الموضوع، والرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا وارض مصر غير مريحه غير مستباحه، واحنا عند الدستور ماده نمره واحد لا تفرقه ولا يتم يعني كل اي حد يعني تهجير الى داخل مصر، ولا تهجير قسري ضد كل الاعراف الدوليه ولن يسمح به. وانا متاكد ان الشعب الفلسطيني ان هو ممكن يتمنى ان يموت تحت الانقاض ولا يغادر ارضه ولن يترك ارضه، وهنقف معاه وبعدين دي ارضه، دول محتلين يعني ارض فلسطين دي ارض استراتيجيه عربيه. اما هم المحتلين اللي هم اغتصبوها من سنه 48 ولن نسمح بتكرار ما حدث في 48. الارض ستعود الى اصحابها من جديد، ولن يكون على الارض الا الواقع الحقيقي وهو عوده الارض الى اصحابها. كل الشكر والتقدير الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس امناء الحوار الوطني، شكرا جزيلا لك.